اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بكابتن عاصم حماد رئيس قطاع الناشئين الحالي بنادي الاهلي لكره اليد. اهلا بك يا كابتن عاصم. اهلا بيك، ربنا يخليك. منور قناه النادي الاهلي. بوجودك ربنا يخليك. وحشتنا يا كابتن. الله يكرمك. الله يخليك. يعني انا عارف حضرتك ما بتاخرش علينا طبعا، بس حضرتك ليك معزه كبيره وليك تاريخ كبير جدا مع النادي الاهلي يا كابتن. تسلم يا فندم، ربنا يخليك. كابتن عاصم، يمكن سياسه النادي الاهلي دلوقتي واضحه للجميع، يعني للقاسي والداني، انه الاعتماد ليس على الصفقات، ليس على تدعيم. طبعا موجود ان انت بتجيب صفقات وبتجيب لعيبه جاهزه، ولكن الاساس هو بناء فريق من صغار السن يقدروا يعني يبقوا على قمه او يعتلوا عرش كره اليد لمده 10 سنين. حضرتك منذ توليت المسؤوليه ازاي اشتغلت بحيث ان تتحقق هذه الاهداف؟ بص يا فندم، انا يمكن احنا جينا في وقت صعب شويه طبعا بعد سنتين بتوع كورونا وكده وبتاع، وكمان كان الكابتن طارق محروس كان تولى امر الفريق الاول بان هو نزل بسن اللاعبين وبدا التغيير في الفريق وكده، وبالتالي كان لازم اصلا فرقتين اللي هم المرتبط اللي هم 2002 و2004 لازم كان هو يتولى امرهم، عشان دول بيضيفوا نقط تفرق في مشوار الدوري وكده وبتاع. وبالتالي انا يعني كنت اتفاهمت مع مجلس اداره النادي وكده بان كابتن طارق هو المفروض يبقى مسؤول عنهم عشان هو يتولى امر الفرقتين وكده، يضيفوا ليهم وكده. وده وضع طبيعي حتى بيحصل في السله كده. كده يعني لازم ده لان هو اللي يتحمل المسؤوليه. يعني هو اصلا بتاع ما يبقاش في ايد حد مهما كان، حتى احنا مع بعض متفاهمين طول عمرنا مع بعض، انما هو يتحمل المسؤوليه تحت اشرافه عشان هو تحت اشرافه فكره عشان هو يتولى. دي بترجم في الاخر نتائج او نقط للفريق الاول. للفريق الاول يعني. فالحمد لله يعني ده التفاهم اللي كان موجود اصلا، وبالتالي هو خلي بالك كابتن، اللي حضرتك ماسكهم دلوقتي السنه الجايه هم هيبقوا مرتبط، يعني يعني حضرتك بتعد للمرحله اللي جايه اللي هو برضه احنا بنلف فلك واحد. لا ما هو كلها بتلف كده، ما هي بتلف كده كلها يعني. فبالتالي الجزء الفوقاني ده كان بقى احنا المفروض نتولى من اول 2006 تمام، ناشئين وناشئات وكده. طبعا اول قرار خدناه مع مجلس الاداره اللي انا مش هستغنى عن اي لعيب ولا هقيم اي لعيب، لا هيفضلوا زي ما هم، بحيث ان انا اشوف بنفسي اصلا اللعيبه بنفسها وهي بتمارس ازاي ومستوياتها واديها فرصها وكده، وبعد كده نقيم ان شاء الله في اخر السنه. حتى في التدعيم وكده برضو يعني ما فيش الا فرقه واحده دعمناها باثنين من مشروع الموهوبين بتوع الاتحاد وكده وبتاع اللي هم 2006. في مراكز احنا عندنا في عجز فيها اللي هو الباك رايت مثلا، في عجز شويه مع حراسه المرمى وكده، بحيث ان كمان يتم استعانه بيهم في مع 2004 و2002 مع 2004، فيبقى في الارتباط، يبقى انت ضامن ان هو يبقى في ماشي في سايكل واحد. في هيكل واحد يعني. فالسنه دي هي سنه الكلام ده، بندي الفرص للساده المدربين وبندي فرص للعيبه انها تثبت نفسيها ونشوفها كويس قوي فكره ماشي ازاي، بحيث ان احنا اصلا مبدا واحد ان احنا طبعا زي ما احنا متربيين طول عمرنا في النادي الاهلي اللي هو بتلعب على المنافسه على طول في المركز الاول. مفيش المركز الاول يا اما كله متساوي، مفيش هزار فيها ان شاء الله. اتمنى ان شاء الله الدنيا تمشي وفقا للي احنا رسمينه وحاطينه وكده، وان ان شاء الله يعني نشوف زي ما يقول بدايه استثمار، بدايه زرعه كويسه كده ان شاء الله مشيئه الرحمن للحفاظ على المركز الاول. يعني حضرتك ليك تاريخ كبير مع الفريق الاول وحصلت معاه على بطولات يعني ما شاء الله، يعني قاريه ومحليه، وعملت مواسم تاريخيه مع النادي الاهلي. التجربه دي هل اديتك يعني رؤيه واسعه؟ انت بتقدر تشوف من اللاعب اذا كان يعني شخصيا، طبعا اللاعب شخصيه وفني، مش فني بس، ممكن يلعب كويس جدا بس شخصيته ضعيفه في الملعب مش هيقدر او عنده مهزوز. شايف التجربه بتاعه حضرتك مع الفريق الاول فادتك في المنصب ده؟ لا مفيش شك اصلا، لان انا اصلا كل تاريخي اصلا مع درجه اولى او كاريري يعني مع درجه اولى على طول. يعني انا السنه عشان يمكن انا كنت في تونس ورجعت متاخر شويه وكده، فعشان كده قلت ان انا كان الحقيقه مجلس اداره النادي كمان وكابتن محمود وكده وبتاع كانوا محتاجين اصلا ان يعني شكل جديد اصلا وكده، فبالتالي حصل تفاهم ان انا مسكت مسكت الكلام ده. بالنسبه للفرق طبعا انت خد بال حضرتك بقى، يعني كل مره انا ببقى مدير فني ببقى ماسك درجه اولى ومعايا مدير قطاع ناشئين للرجال. نعم. بس المره دي انا ماسك رجال وبنات، ناشئين وناشئات. ناشئين وناشئات دول حوالي 17 فرقه.
نعم. تمام بحوالي 44 مدرب واداري وكده وبتاع. وتمرينكم الاساسي في اهلي مدينه نصر. كله في اهلي مدينه نصر يعني. انما بحاول بقدر الامكان. انا معايا طبعا اصلا يعني حقيقه احب اشكرهم من خلالك يعني وكده، كابتن محمد متولي، كابتن امجد دويس ده كان مدير فني نادي المعادي بسيدات، وده كان مدير فني نادي الوحده وكده كمان في الامارات. فالحقيقه ناس ليها تاريخ وناس ليها باع تاريخ، وقبلوا بالمهمه عشان خاطر حضرتك، وقبلوا المهمه طبعا عشان خاطر معايا وكده، وبالتالي هم قايمين بدور كبير جدا جدا. وده اللي يمكن ان شاء الله مشيئة الرحمن هو بتاع ده يخلي الفكر يبقى شامل في كل مع كل الفرق بتاعت الناشئين والناشئات وكده. انت بتلاقي في حاجات يعني مش متعود عليها طبعا في الدرجه الاولى، انك تلاقي حاجات معينه وكده، بتحاول تضيف الخبرات دي وهم بيحاولوا يضيفوا الخبرات، لما خبرات تبقى درجه اولى كلها بتضيفها للعيب الناشئ، فبيطلع بيها بيبقى بيسمعها كويس، بياخد باله منها كويس. لان خد بالك حضرتك برضو خلينا واقعيين، المخاطره جامده ان انت تيجي تبقى ناشئ يلعب في الدرجه الاولى ويبقى رقم اثنين في المركز. ده مش سهله، انت جربت وعارف الكلام ده كويس قوي. رقم واحد لا قدر الله يحصل له حاجه هيبقى رقم اثنين مره واحده، ولا عدى على الظروف دي بالزبط. ولا عدى على الجهاز العصبي بتاعه، عدى على ظروف الماتشات دي بالزبط. ولا اي او مره واحده تحطه ومفيش حاجه اصلا برضو التصرفات ما حصلش لعدى على الكلام ده. فبالتالي لما يكون الخبرات دي بتنقلها من مدربين درجه اولى مباشر على طول، بتنقلها للمدرب وفي نفس الوقت وانت في التمرين او في الماتشات بتنقلها للعيب، انا اتوقع ان دي بتبقى حاجه كويسه، هتضيف اصلا للاعب خبرات كتيره، وتضيف للمدرب كمان مواقف هو ما عداش عليها. لان المدربين الموجودين كلهم مدربين ما مرنوش درجه اولى، وبالتالي المواقف دي كلها ما عدوش عليها. اذا بقول لحضرتك الماتشات اللي هي الفيصل او الماتشات اللي هي برضو ازاي بتاخد فريقك للكلام ده، ازاي اللاعب ياخد نفسه هو ان هو من خلال الكلام ده ومن خلال مجموع اللاعبين يوصل لمستوى كويس، مش من خلال الفردي بس يعني. ده الكلام ده كله طبعا ده بيضيف اصلا للمكان. عشان كده يعني اتوقع ان شاء الله مشيئة الرحمن على اخر السنه ربنا يسهل ان شاء الله ونحصد حاجه كويسه ان شاء الله. ان شاء الله. مبروك يا كابتن، مصر كسبت كوت ديفوار، صعدنا يعني. يمكن ابو جبل صد ضرب الجزاء واحدة من خمسة واحنا سجلنا الخمسة، فالحمد لله فوزنا ووشك حلو يا كابتن. وماتش بقى ان شاء الله باذن الله هنستنى حضرتك ان شاء الله في دور الثمانية ان شاء الله. يعني برضه يعني نمشيها بقى كده يا رب ان شاء الله. وانت الف مبروك يا كابتن، الف مبروك لكل مصر كلها يا رب ان شاء الله. يعني حاجة تبسطنا وحاجة تسعدنا. قاعد جميلة الحقيقة. هما لعبوا ماتش النهاردة كويس برضه جدا يعني احسن كل مرة. بس هو الحقيقة اللي انا بستعجبه كمية الكلام اللي حوالين المنتخب وهو في بطوله يعني ما خلاص يعني على المنتخب يعني الكلام السلبي الكلام السلبي طبعا. يعني خلاص بعد البطوله حاسب انت عايز تحاسبه وقت ما يخرج ووقت ما فيه سلبيات حاسب زي ما انت حاسب. يعني المهم ان دايما في البطوله لازم الكل لسه في المعركه في كلنا نأيده كل في اتجاه واحد الا وهو ان تأييد المنتخب ايا كان اخطائه يعني. وبعد كده بقى يحيينا المولى سبحانه وتعالى. وخلي بالك كابتن في انتقاد بناء وفي انتقاد يهت من 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 عزيمه اللعيبه. على فكره محمد صلاح قال كده يعني. على فكره ده ملوش علاقه ما سمعت امبارح حديثه اللي هو محمد صلاح كان بيتكلم ان هو بيقول لك انا ما بتفرجش، ولكن ده بيفرق مع لعيبه. بالراحه علينا شويه، هو بيقول كده، هو الراجل يعني عارف هو بيقول ايه واكيد مر بالامور. فندم معلش يعني الناس اللي بتنتقد المدرب يعني، طب انا ابسط حاجه المدرب هيقول لك هو انت اعطيتني فتره الاعداد، ده انا جاي مش عن فتره كذا، ده انا جاي كذا جاي كذا، تحاسبني على ايه؟ انا جاي فتره اعداد واشركتني على طول في بطوله عربيه تمام، وحاولت اعمل مستوى كويس في بطوله عربيه طلعت منها داخل بعد كده مش عارف ايه يعني بالزبط. ممكن اصلا لو انت عندك ليها مبررات مبررات اصلا. خلي بالك كابتن يعني الناس كانت بتنتقد مستر كروش انه بيلعب اللعيبه في غير مراكزها. طيب هل اديته وقت ان هو يجرب الحاجات دي؟ ما ممكن كان يجرب الامور دي انه يعمل مانوفر باللعيبه في مباريات وديه، هو ما جاش على كده. مفيش يعني اصلا زي ما بتقول حضرتك يعني. انا بقول لك شخصيا انا ما والدليل انه بعد كده لما لقى ان الموضوع مش متظبط ثالث ماتش النهارده كل واحد بيلعب في مركزه يعني يعني ما كانش لازمه الانتقاد السلبي ده. دايما بقول بس يعني نسخف شويه بس يعني. بس اقول لك يا كابتن انا بتفائل دايما وحضرتك يعني برضو استاذنا في الحته دي، اتفائل دايما في الستارت الوحش. انا دول عمري كده لما ابتدي بطوله اول ماتش ليا ابقى وحش فيه، بس بطوله تبقى طويله مش بطوله تك 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 ورا بعض كل يوم ماتش، يعني بطوله ممتده ثلاث اسابيع انا بتفائل جدا ان انا ابتدي فرقه بماتش وحش. هو انا هفكرك بحاجه واحده هل ينفع تمام فنيا وتدريبيا كل حاجه ان زي الجزائر مثلا، الجزائر واخده بطوله عربيه
هو ينفع بعد 10 ايام هتلعب بنفس المستوى؟ مستحيل. لازم في فتره نزول اصلا للعيبه وكده بتاع ده، هو اصلا غلطان ان هو يعمل الكلام، ازاي يخش وازاي يخش تاني اصلا البطوله تاني كده. فاي فرقه كده بتطلع لمستوى معين بتلعب بطوله، احنا في بطوله العرب ادينا وحش بعديها ب 10 افريقيا وصلنا النقطه ابعد من الجزائر شويه بشويه. وزي ما اقول لحضرتك ان لسه المدرب ما فيش، يعني احنا ما سمعناش عن نشاط ودي للمنتخب او نشاط رسمي ودي دولي اصلا للمنتخب عشان نقول فيه كذا. زائد ان كل لعيب جاي من، سواء لعيب محترف جاي من دوري بطريقه معينه بلعب معين بستايل معين بحاجه، انه يخش جوه الكلام ده كله محتاجه وقت. عندك الثلاثه اللي قدام سواء الوينجين او راس الحربه، الثلاثه كل واحد بيلعب في دوري شكل، سواء مرموش او يعني مصطفى محمد او كل حاجه، كل واحد ليه حاجه. ومين بيلعب في، وهنا ده بيخدم عليه مين، ومين بيخدم على ده وبيخدم على ده، ومين بيتفاهم مع مين، كل الكلام ده حاجات كتيره يعني. بالظبط بالراحه. ونتمنى ان يعني الفوز النهارده ده يثبت يعني لا انا اتوقع ان هيدي ثقه للمنتخب ان شاء الله مشيت الرحمن. لو اللعيبه تكمل على كده ان شاء الله يعني، وهنصطدم بالكاميرون يعني. خلي بال حضرتك صاحبه الارض والملعب والجمهور واخد البوش، فطبعا يعني ربنا يعينهم. بس راي حضرتك صح، ده ممكن يدي ثقه او يدينا تقل يخلينا نقدر نواجه فرقه زي الكاميرون. يقدر ثقه. انت خلاص انت دور من الدور الجاي المفروض ان انت تبقى فريق مرشح للبطوله، فتقابل اي حد ايا كان البتاع، ما فيش هزار يعني. وخلي بال حضرتك برضو صدت ابو جبل النهارده الحقيقه يعني تديله ثقه، لان خلي بالك الشناوي جاله شد في اوضه طبيعيه ممكن ما يقدرش يكمل. ما اظنش يكمل، انما ابو جابر النهارده انه يصد كوره ويكون سبب في التاهل، دي ممكن تديله نوع من الثقه ان شاء الله طبعًا انه يقدر يشيل الماتشات اللي جايه. طبعا 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 في شك يعني. معلش احنا طبعا رحنا كره القدم، بس خلينا نرجع بقى لموضوعنا الاساسي يا كابتن. طيب حضرتك شايف انه يعني اللاعبين اللي متصاعدين، يعني عندنا في ثلاث لاعبين، ده موضوع انا عارف ان هو بعيد عن حضرتك بس برضه لازم نتكلم عنه. ثلاث لاعبين دلوقتي ادوا اداء كويس جدا، سواء فوكس طلع ادى اداء كويس جدا وانا شفته في ماتش سبورتنج الحقيقه كاختراقاته ومهاري جدا جدا. عندنا لاشين كنا مفتقدين احنا في النادي الاهلي اللاعب اللي يقدر يصوب من بره التسعه ويبقى راكب الدفاع، ونوعيه يحيى خالد او نوعيه الدرع ما كانش عندنا ده يا كابتن. وكمان سيف، الثلاثه طلعوا الفريق الاول ما شاء الله يعني الماتشين ثلاثه اللي فاتوا لا نجوم. سيف قصدك ياسر؟ ياسر سيف. الثلاثه دول لما طلعوا بسم الله ما شاء الله نجوم دفاعيا وهجوميا. شايف يعني شايف ان ده بالنسبه لك مش انتصار للنادي الاهلي، ان حد يبقى طالع من عندي من ولادي بالشكل ده ولاعبهم وما عندهمش الخبرات لسه في الدرجه الاولى بالشكل ده، يبقى انا ماشي صح؟ لا ما فيش شك يا فندم ان هو انت كل ما اصلا يعني بتنزل بسن الفريق وبتدي فرص للكلام ده بتبقى حاجه كويسه، وخصوصا لما بتيجي فرص في ماتشات زي دي اصلا، الماتش كان ماشي ايكوال تقريبا اصلا وكده وبتاع، فدي حاجه كويسه. وخد بالك برضو هي فرصه للعيب اللي هو موجود ده ان هو يثبت نفسه ان هو يقدر يكمل في حاجات زي دي وكده، عشان يثبت نفسه ان هو خلاص بقى لعيب الدرجه الاولى. يعني قصدك الاستفاده مزدوجه للاعب وللفرقه. للاعب وللفرقه الاثنين، هو بيزيد ثقه بنفسه فيأدي اكتر من كده اكتر عشان يثبت نفسه ان هو من اللعيبه الاساسيه بتاع الفرقه وياخد ادوار اكتر وكده، وفي نفس الوقت بيدي ثقه للفرقه انه وقت ما يكون في اوقات معينه محتاجه حد موجود وهو اللي موجود يقدر يشيل ويقدر يعمل الكلام. طب شايف عندنا لعيبه طالعه تقدر يعني تبقى زيهم؟ عندنا يعني اجيال ورا بعض كده. طبعا انت عند حضرتك مثلا 2002 ما فيها سته لعيبه في المنتخب، و2002 ده جيل اصلا كسبان تقريبا كل السنين اللي فاتت الدوري وكده وبتاع والمنافسه كلها يعني. طب 2004 2006 و2004 نفس الشيء برضو في لعيبه كويسه جدا اصلا، في اربعه في المنتخب اصلا ما شاء الله، ومنهم اثنين اساسيين في المنتخب وكلهم لعيبه اساسيه، انا بقول حاجه في المنتخب وكده. وبالتالي لا انت ما انت ده مطمئن، عشان كده دايما زي ما بيقول حضرتك قطاع الناشئين كله يتفرق اصلا في الناشئات او في الناشئين في المرتبط. المرتبط هو خلاص ما فيش درجه اولى، وبعدين لما بيكون في المنتخبات كمان وياخد خبرات الشارك في افريقيا ونهائيات ويطلع كاس عالم ونهائيات، كل ده بيصب في مصلحه الدرجه الاولى، ان عندك لعيبه خدت خبرات معينه تقدر تخش وكده وبتاع. وبالتالي لا انت الحمد لله خلاصه الفرق المرتبط بتاعتك هي خلاصه نتائج اصلا الفرق الناشئين وكده، وبالتالي هو الادي اللي بيتصعد اصلا وبيكون موجود اصلا ويصعد مع اللاعبين اصلا ويؤدوا اداء كويس. خلينا نروح للناشئات بس استاذ حضرتك، نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين، نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن عاصم حماد رئيس قطاع الناشئين والناشئات بنادي الاهلي لكره اليد، ولكن بعد الفاصل.
اهلا بحضراتكم من جديد كابتن عاصم. نروح للناشئات. الناشئات يمكن برضو الفريق الاول لكره اليد الناشئات كان مر فتره برضو فيها دروب، واللي وقف على رجله تاني الناشئات او قطاع الناشئات عندنا في النادي الاهلي، ونفس الكلام بالنسبه للمنتخب. عندنا السنه دي يمكن من المرات القليله اللي عندنا فرقتين من الناشئات رايحين بطوله افريقيا، وليد 2002 و2004. القطاع عندنا مساهم مع الفرقتين بشكل جيد سواء المنتخبات او الفريق الاول ولا لا؟ ما فيش شك اصلا بالنسبه للفريق الاول، هو على طول كابتن يحيى يوسف على طول بيستعين بلعيبه من 2002 و2004 بيطلعوا فوق اصلا يعوضوا اصلا حراسه المرمى وكده. كمان قالوا انه بيستعين في حراسه المرمى لانه عنده اصابات في حراسه المرمى، فعلى طول اصلا دايما بيبقى معاه ناس، ومنهم واحده اصلا 2002 اساسيه بتبقى معاه وكده. وبالنسبه للمنتخبات فهم ممثلين حوالي 6 لعيبه من هنا، من لاعبات يعني من المنتخبين اصلا، في المنتخبين هيطلعوا افريقيا بمشيئه الرحمن يعني. انما هو طبعا ما فيش شك الخبرات بتاعت اللاعبات المفروض بتزيد زي ما بتلعب في افريقيا، ما بتلعب في الكلام ده وكده. احنا طول عمرنا السيدات اصلا عشان تتحمل بطوله افريقيه تكلفه عاليه جدا، وانت طبعا في منافسات جامده سواء من تونس او من الجزائر ولا من انجولا وكده، فبالتالي انت هتدفع فلوس وانت مش ضامن ان انت تعمل الكلام. وبالتالي انت بتبص حاجه تانية زي الاتحاد ما بص كده، المفروض ان من السنه الجايه المفروض انه عشان عايز يكون منتخب سيدات درجه اولى وكده، فهيغير في نظام الدوري وهيغير في نظام الكلام ده، هيعمل عقود للاعبات بتوع الدرجه الاولى وكده وبتاع، عشان خاطر يبتدي اصلا ان هو عنده، هو بقى له سنتين ثلاثه في لاعبات بتطلع اصلا، بتطلع وصل كاس عالم اصلا ولعبت فيه وكده وبتاع، ودلوقتي عندها خبرات كويسه في الدرجه الاولى، في الدرجه الاولى مع اللاعبات اللي طالعه ناشئه برضه هيلعبوا في منتخبات اهو مع الناس اللي عندها خبره. اتوقع ان ممكن يعمل هنستنى شويه طبعا لما ياخدوا خبرات، الخبره الدوليه قصه ثانيه خالص في الدرجه الاولى. عندنا طبعا بلاد حتى افريقيه سبقانا في حكايه الدرجه الاولى وكده، انما انا شايف اصلا طالما ان شاء الله مشيت الرحمن الوزاره هتعين اصلا الاتحاد في الكلام أكيد ده أكيد، والاتحاد عنده اهم حاجه هي الماده تتوفر عشان هو النيه، يعني النيه موجوده. احنا لا، هي النيه موجوده، هي النيه موجوده دلوقتي، انما طبعا كان دايما النيه بتفرق معاها ان انت بتعمل ماده مشترطه بنتيجه والا بس ما هو يعني يمكن كابتن يحيى كان معانا من حلقتين وقال ان هو ما تشترطش نتيجه في الاول، مش هتجيب نتيجه لان انت لسه بتكون منتخب ولسه في شغل. اصرف يعني اربع سنين، حط بلان اربع سنين زي ما الرجال وصلوا، اكيد السيدات بس هي محتاجه صبر، بس زي الطايره، الكره الطايره سيدات وكره السله سيدات محتاجه صبر. ما هو ده الشرط الاساسي، ان انا تصريف الاول وزي ما وقف على الكلام ده، والاتحاد هيتولى امر الكلام ده بشكل ايجابي يعني. وانا اتوقع كده، لان انا شايف ان الاتحاد بيوفر معسكرات وفي ماده كويسه اصلا موجوده في الاتحاد تعمل الكلام ده، مش زي الاول يعني. والاول كنت بجيب الماده وفقا للمعسكرات ووفقا لكده، دلوقتي في حاجات متوفره كتيره اصلا يعني، يقدر الاتحاد يعمل الكلام ده، تولى امر الكلام ده ان شاء الله، ونشوف لنا يا رب ان شاء الله لمنتخب سيدات على مستوى كويس يعني ان شاء الله باذن الله. طب كابتن اجل الدوري الدرجه الاولى، يمكن احنا في المرحله دلوقتي اللي هي في الوسط، ست فرق بنلعب رايح جاي، لعبنا ثلاث جولات، عندنا مباراه طلائع الجيش اللي جايه ومباراه نادي الزمالك يوم الاثنين. الدوري السنه دي قوي لان يعني كان زمان المنافسه اهلي زمالك، لما دلوقتي دخل معاك فرقتين ثلاثه كمان كويسين، البنك الاهلي عمل فرقه محترمه، عندك سموحه يمكن كان اصاباتهم كتيره شويه بس دلوقتي هيبقوا احسن. شايف الدوري السنه دي ازاي؟ لا هو الدوري يعني في فرق اصلا محتفظه بالمنافسه مع الاهلي والزمالك دايما اصلا بتطلع فوق، اللي هي نادي سبورتنج، نادي سموحه، السنه دي البنك الاهلي طالع من السته، كان قبل كده فرقه ثانيه بتطلع كده يعني تمام. انما هي خلاصه المنافسه برضو في اخر دوره مجمعه يعني، هو الدوري دلوقتي هيبقى دوري مجمعه هيتحسب، هتطلع بالنقط اصلا وفقا للمقابل كده، بس مهم جدا اتاهل بنقط كويسه وتطلع الاربعه. ما هو النقط كويسه، هو الفرق ما بين اي يعني، الفرق ما بين المنافسين برضو، المنافس انت والزمالك اصلا فرق نص نقطه بس تمام، كانت اللي هو الماتش يعني وكده، بس كده هيتطلب ان انت تكسب المباراتين. والله يا فندم انت تكسب المباراه الاولانيه يعني، المباراه اللي جايه مهمه طبعا بالنسبه للنادي الاهلي، وبعد كده المباراتين مهمين او على الاقل الله اعلم وفقا لنتيجه الماتش اللي جاي بتاع الزمالك، هو اللي هيبان الماتش الاولاني هو اللي هيبقى مهم عشان تخش النهائي تبقى ايكوال مع بعض، انتوا الاثنين مع بعض، ولا لا قدر الله في حاجه اصلا حد يسمع حاجه. عشان كده الماتش اللي جاي مهم مشيئه الرحمن، مع كمان طلع الجيش بكره، لا الجيش طبعا مهم، انما بالنسبه للنقط اللي هي بتاعه المرتبط
اللي هتضيف اصلا نقطه يعني او نقطتين. يعني لسه مرتبط شغال معاه؟ مرتبط شغال معاه لغايه ما تطلع اصلا الرابعه دي خلاص ان شاء الله. يعني إن شاء الله. انا فاكر المرتبط كان الفتره اللي فاتت بس ما زال لا مرتبط مجمع الفتره دي. هيطلع هيجمع الفتره دي اصلا انا ما اظن اللي بيطلع بيطلع بنقطه بنص نقطه كده حاجات بسيطه يعني مش فهيبان بس المرتبط معايا يعني المرتبط بيلعب دلوقتي كمان ولا مرتبط بيلعب دلوقتي ونتائجه متضافه كمان مع الدرجه الاولى. طيب ما المعلومه دي يعني ممكن تغير كتير من شكل البطوله يعني ممكن تغير من شكل الترتيب اللي احنا فيه دلوقتي لسه اصلا ما هيبان اصلا كلها بتبقى مع بعضيها يعني كلها فهيبان اصلا الكلام ده اصلا ان شاء الله لما ما فيش شك ان ماتش الجيش ماتش مهم جدا ان شاء الله مشيت رحمن وماتش الزمالك طبعا ماتش مهم جدا بناء عليهم بقى ممكن تحدي حكايه النقط دي وكده في الدوره المجمعه تعرف بقى ان انت مطالب ان انت تكسب الماتشين بتوع الزمالك غير الماتشات الثانيه ولا تكسب ماتش واحد ولا تكسب ماتشين ويبقى في ماتش فيصل كمان ما انت ممكن يبقى ماتشين وماتش فيصل زي السنه اللي فاتت يعني ده يتحدد لسه الايام اللي جايه ان شاء الله خير. طب يا كابتن تفسر بايه يعني برضو حضرتك لك يعني خبره كبيره جدا قريب من اللاعبين وطبعا يعني حضرتك حصلت على بطولات يعني مواسم تاريخيه مع النادي الاهلي. بتفسر بايه جمهور النادي الاهلي بيتساءل ساعات اجي في اخر دقيقه او اتنين ابقى انا راكب الماتش واجي في اخر دقيقه او اتنين ممكن اخسر، ممكن يخش فيا كوره وفي وقت ابقى غير كده خالص احط انا واكسب، هل دي خبرات لعيبه؟ هل دي محتاجه صقل اكتر؟ يعني تفسر ده بايه يا كابتن؟ بص يا كابتن عيسى احنا لسه كنا متكلمين في الكلام ده بشكل ثاني في الاول ما اتكلمنا مع بعض. الا وهي حضرتك قررت ان انت تجدد فريق تمام صحيح. اشخاص ثانيه لعيبه ثانيه وفي نفس الوقت صغيرين. تنزل بالسن وده مخاطره ما بعدها مخاطره صحيح. مش غير مامونه الجانب وبالتالي هتقيس في الكلام ده خصوصا في الماتشات الحاسمه هي مش هتظهر اكتر في الماتشات العاديه الماتشات العاديه هتلاقي الدنيا ماشيه عادي وكده مفيش اي حاجه جميله زي الفل المستوى فارق كبير انما في الماتشات الحاسمه في الادوار الحاسمه مع الفرق اللي هي بتنافسك في الادوار الحاسمه دي هتلاقي الخبرة. الدنيا اصلا مش هتلاقيها سلكة مش هتلاقيها سلكه بالزبط. هتلاقي ده مكان ده وده مكان ده وهل ده هيأدي زي ما كان ده كان بيأدي ولا بتاع كده. فالكلام ده كله لازم بتصبر انت عشان تحصل الكلام ده عشان كده انا قلت لحضرتك في الاول كلمه ايه هي مخاطره تمام تولاها النادي وتولاها مجلس اداره النادي وكده اتمنى ان شاء الله يتكتب لها النجاح وكده خلي بالك كابتن باقل خسائر هي ان شاء الله انا من وجهه نظري ما اعرفش حضرتك وجهه نظري وقول لي انا وانا غلطان انا شايف ان حتى الان هي ناجحه ليه اولا احنا عملنا الفكره دي ومع ذلك خدنا بطولتين خدنا بطوله الكاس السنه اللي فاتت ومن الزمالك وخدنا بطوله ابطال كؤوس في مطلع هذا العام ومش كده بس حتى مباراه السوبر الافريقيه خسرناها في اخر ثانيه وانا يعني مش هقول على الماتش اللي بعده لان طبعا كنا حاله نفسيه صعبه وبتاع مش هحطه ده مقياس ولكن حتى مع المنافس اللي هو بيلعب بنجوم ويعني ونجوم جاهزين ودافع وبتاع مع ذلك احنا ماشيين اكوال فبرضه حتى الفروق مش كبيره دي وجهه نظري ما اعرفش حضرتك تأيدني فيها ولا ليك وجهه نظر مختلفه لا انا مأيد حضرتك فيها لان طالما انت بكل الكلام ده انت اكوال مع الفريق المنافس بتاعك اللي هو اصلا محتفظ بأقدم لعيبه وكده وبتاع فانت اكوال معاه بهذا فده يبقى نتاج كويس وبدايه نجاح اصلا للتجربه اللي هي موجوده وكده تمام انا ساعات بلاحظ ان هجومات من كل حته وبتاع وانت عارف السوشيال ميديا وكده وبتاع يا جماعه انتوا فاهمين الدنيا ولا مش فاهمين الدنيا انت راجل بتمشي اصلا باللعيبه دي كذا والتاني اصلا ماشي كذا فالعادي والطبيعي ان انت اصلا تلاقي ان في حتت صغيره الحتت الصغيره دي بتنتهي في بطولات معينه بتخلص في حاجات معينه تمام بيبان طبعا انما في الاخر النادي ناجح اللي هو فيه مش حاجه يعني مش حاجه بعيد مش بتخسر مش حاجه يعني مش انت طالع مثلا الرابع مثلا صحيح. انت بتبقى منافس لغايه اخر وقت تمام الحاجه الثانيه انت المنافس اللي انت بتنافس معاه لغايه اخر وقت ده ما هو بياخد بطوله وانا باخد بطوله انا مش هفضل اخد البطولات كلها عمر النادي ياخد البطولات كلها يعني فاهم يعني انا مثلا في سنه من السنين خدت ابطال الكاس وابطال الدوري والسوبر والدوري وقطر ما سافرتش عشان خاطر ابتلى كان في ساعتها يعني المنطقه كده هل معنى كده ان انت السنه الجايه المطلوبه من اللاعبين ياخدوا برضو كله؟ لا بيبقى في مواسم استثنائيه بتاخد كل لا حاجه لأن بس انت قدامك المنافس برضو ما هو بيجد من نفسه المنافس نفس الشيء الكلام ده فبالتالي هنا ده احسن حاجه اصلا النادي وصلها موجود في المنافسه هي بمنتهى القوه بمنتهى الجديه بمنتهى كل حاجه في حاجات بتحصل اضرب كده ما احنا لازم هو ده اللي نستحمله عشان كده بقول لحضرتك هي مخاطره تمام ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله يكرم اصلا وفيها وكرم زي ما انت قلت في
كام بطوله وكده. بطولتين اربعه. نعم ان شاء الله أربعة. ربنا سبحانه وتعالى يتمم النجاح على خير ويكمل يعني. ان شاء الله اللعيبه الصغيرين دي يعني بامانه يعني. مثلا انا بحب اقف شويه على لاشين لانه انا لاشين يعني عجبني جدا بصراحه يا كابتن. معلش انا يعني نظر المشاهد كده لاشين لا لعيب كويس يعني. فلما الاقي واحد زي لاشين ده اصلا لعيب اوروبي انا بتكلم بكل امانه وفوكس كمان بقى يعني بصراحه وياسر سيف انا بتكلم عن اللعيبه الصغيره دي. انا لما الاقي لعيب زي ده وفي بروميسنج جدا ولعيب واعد بشكل كبير ما لازم يبقى له غلطه واثنين في بدايه حياته. كلنا كنا كده. هذا كنت لعيب اول ما طلعت كان ليك غلطه اثنين في ماتش مهم اتعلمت منها بعد كده بقيت اقوى وانشف وبعد كده خلاص بتعدي. فانا شايف ان دي قمه المهنيه ان انا اعمل لاعب بهذا الشكل وادفع بيه واصنعه وبعد كده يقعد 10 15 سنه بطولات. مفيش شك ان رصيد اللاعبين بيزيد بحكم خبرات واشتراكه تعرضه للمواقف اثناء المباراه تمام تعرضه للضغوط اثناء المباريات الحاسمه وكده وبتاع دي بتزيده صلابه صحيح. وبتزيده ثقه بالنفس وبتزيده اصلا اداء وبتزيده حسن تصرف اكتر في وبالتالي هو ده حاجه كويسه يعني. وبعدين هي زي ما بيقولوا دلوقتي دنيا الاحتراف صحيح. انت ما بتلاقيش اصلا حد كده بتجيب حد من بره النادي الاهلي بيلعب على مركز واحد هو الاول مفيش خفاء. لو انت نادي بتادي وخلاص يعني صحيح. تضمن تطلع من ستة الاول نقول لك ماشي اديها زي ما انت اديها تمام. انما هنا لا مفيش فيها صار. وبالتالي ده بيسخن اللعيبه اكتر وبيزيدهم ثقه اكتر ان شاء الله مش هتروح منه. طب قول لي يا كابتن يعني في تاريخك اصعب بطوله لعبتها ايه؟ فكر كده شويه. اصعب بطوله لعبتها اول بطوله افريقيه خدناها كانت في طنجه. كان النادي الاهلي كان بقاله حوالي ما كانش بيشارك في بطولات افريقيا كتير. كان بحاول بقاله 20 سنه 25 سنه ولا خد بطولات افريقيا من ايام جمال شمس الله يرحمه كابتن جمال شمس الله يرحمه يعني. كنا خدنا معاه بطوله افريقيه وكده. وقبليها كان ايام انا كنت لاعب كنا خدنا بطوله افريقيه مع كابتن موسى عباس الله يرحمه وفي كان خواجه ايدور وكده. ومن ساعتها النادي ما بيشاركش في بطولات افريقيا كانت. فطبعا انت عارف الضغط السنه كام اللي كانت في طنجه دي يا كابتن؟ دي كانت 2013 2014 كنت انا لسه راجع اصلا جاي ماسك. لا اقول لك بقى قبليها كمان بقى قبليها كنا اشتركنا في بطوله عربيه زي ما بيحصل كده كوره منتخب مصر بطوله عربيه وخدنا ثالث. خدنا ثالث يعني شاركنا في بطوله عربيه وخدنا ثالث وجيت في النادي اتسالت عاصم انت هتروح بطوله افريقيه وزي كده تمام. فقلت لهم انا جاي عشان اشارك في بطولات دي اصلا حاجه وبطوله عربيه ما تودينيش لحته ولا اي حاجه انما دي اساس والنادي بقاله مده اصلا فانا عايز اشارك عارف. وانت بتتكلم مع الاداره وكده كان يقول لك ايه يعني كنت تحس ان انت ايه لا شكلهم مش هيشاركوا يعني كده وبتاع. شاركنا ورحنا وجي معايا اصلا الاهلي بكله وكل الناس اتجندت عشان خاطر الكلام ده وطلعنا بقى هي اول بطوله كانت طنجة من ساعتها كان الطريق ها تفتكر الفاينل كان مع مين؟ الفاينل كان مع الزمالك يعني البطوله اتاخدت من نادي الزمالك كانت كانت بطوله افريقيه ومين مين الجيل ده؟ فاكر الجيل اللي كان معاك؟ الجيل ده موجود بقى كان علي زين كان لسه طالع؟ علي زين لا ما كانش لسه طالع لا ده كان خلاص بقى 2013 كان نجم يعني 2013 بيتكلم من ست من سبع سنين لا كان علي زين اصلا من تسع سنين بعدها احترف مع علي زين اصلا علي زين واسلام و اسلام حسن اسلام حسن وكلهم كانوا موجودين يعني ده كان موجود عادي مع حضرتك فكلهم كانوا موجودين ومحمد في ناس من الاجيال دلوقتي لسه موجوده والجيل ده اصلا ابتدى قريب البطوله بس هي يعني زي ما اقول لحضرتك ايه الرؤيه ان انت تبقى مغلوب ببطوله زي كده بطوله عربيه وبعدين تخش على بطوله افريقيه وكمان لا ده بطوله عربيه واخد فيها ثالث وما اشتركتش فيه ما اشتركتش بقالك عمر اصلا في البطولات الافريقيه وكده وبتاع ما حصلش حاجه ففي حد ذاتها يعني دي قمه اللي انا من ساعتها والحمد لله النادي الاهلي اصلا بدا يشارك في افريقيا وياخدها وينافس وكل البطولات بقى وكده وابطال الكؤوس والسوبر وكده انت قبل كده ما كنتش بتروح. وخليني اقول لك كابتن برضو دي ليها ميزه يعني هي القرار كان صعب بس المكافاه الربانيه كانت كبيره يعني انت طبعًا. يعني الفكره صعوبتها في القرار طبعا ان انت راجع من بطوله عربيه واخد ثالث طبيعي اركن يعني معلش انا اسف لغه الرياضه يعني طب يا عم اركن جنبي بقى خلاص انت هتروح افريقيا اللي هي اقوى لا انا عايز اشارك. فالقرار نفسه كان صعب والمكافاه الربانيه كانت الحمد لله بالبطوله طب مين اللي كان من المدربين حضرتك لما جيت بقى تبتدي تخش عالم التدريب كل واحد فينا او اي حد مدرب بيبقى ليه حد ليه بصمه او ليه دور او ليه زي ما بيقول جميله في رقبته بيفضل طول عمره فاكرها. حضرتك كمدرب او اول ما دخلت مجال التدريب مين اللي تدله بالفضل؟ ابصم بالعشره كابتن جمال شمس الله يرحمه طبعا الله يرحمه ويحسن مفيش شك كابتن جمال اصلا بنى اجيال سواء في اللاعبين او بنى اجيال في المدربين
تمام. انا كابتن جمال طبعا ما في شك كتير، اكتر واحد انا اشتغلت معاه وكده وبتاع درجه اولى وكده، في كابتن الالفي، في كابتن عاصم السعدني، تمام. انا الثلاثه هم اللي اشتغلت معاهم في حياتي اصلا، وخدت خبرتي كلها منهم يعني، خدت خبرتي كلها وبدات اسجل اسمي وكده، انا اشتغلت معاهم كلهم هم الثلاثه اصلا. بس انا ليه بقول لكابتن جمال شمس؟ لان هو الاكبر في حقيقه في كل حاجه، والله يرحمه اصلا كان دايما يعني هو كبير اصلا معانا. انما طبعا كابتن الالفي كمان وكابتن عاصم السعداني حقيقه. كابتن جمال انا ما شفتش حد بينهم هم الثلاثه يعني. شمس انا ما شفتش حد ما بيحبوش. لا يعني الراجل ده انا ما اتعاملتش معاه. شوف انا عايز اقول لك كبير في يعني، هم الثلاثه كبار اللعبه، يعتبروا من كبار اللعبه اصلا في اجيال اصلا، واحنا ايام كنا لعيبه وكده وبتاع. وكابتن جمال هم حتى نفسهم اصلا يعني، هم نفسهم اصلا كابتن الف كابتن عاصم كانوا مدوا في اللعب شويه، وكان كابتن جمال بقى مدرب وكده يعني. انما الثلاثه الحقيقه انا تقريبا حياتي التدريبيه كلها من خبرات اللي قضيتها معاهم اصلا في جميع المواقف في جميع التدريبات يعني. يمكن رحيل كابتن جمال شمس كان مفاجاه لينا كلنا يعني، وكان صدمه في الوسط طبعا. كان حاجه كانت حاجه كبيره الحقيقه، الناس فاكراه وليه بصمته حتى الان يعني. لا حاجه كبيره طبعا يعني، كان رجل من الرجال يعني. طب هو اول موقف ليه معاك ازاي يعني؟ امتى قال لك تعالى؟ هل انت حضرتك رحت قلت له انا عايز امرن يا كابتن جمال، ولا هو شاف فيك حاجه يعني؟ قول لنا التفاصيل. لا والله انا ساعتها كنت ماسك نادي هليوبلس، اول سنه ليا تدريب كنت ماسك نادي هليوبلس مع كابتن الفي. دي سنه كام؟ لا افتكر بقى كام، صعب، 93 مثلا اصلا. 93 تقريبا، 94 95 كده. كان مع كابتن كنت انا مع كابتن الفي في نادي هليوبلس، وكان في صعود اصلا وكده وبتاع، ويعني كملت الموسم لغايه قرب اخره وكده تمام. وخلاص لما اطمنينا وكده بقى استاذنت، كان كابتن جمال بقى مسك الاهلي وكان طلب. ولما رحت مع كابتن جمال في اول سنه كنت انا والكابتن طارق محروس، يا خبر ابيض، كنا احنا الاثنين مدربين معاه. المساعدين بتاعه، المساعدين عشان كده بيقولوا عمل اجيال. عشان كده بقول لحضرتك احنا الاثنين كنا في سنه واحده المساعدين معاه. عايز اقول لحضرتك كان في اول سنه ليا تدريب في النادي الاهلي، كان قاعد مكان حضرتك هنا مشرفني في الاستوديو وقال نفس الكلام. قال نفس الكلام. فلا ده ابتلى يعني، حتى يوميها اصلا كابتن الفي زعل مني وقال لي يا عاصم كده، قلت له يا كابتن الفي انا ده النادي الاهلي، طب اعمل ايه طيب؟ ولازم اخد خبره وكده. وبعدين انا الحمد لله كنت طول السنه يعني ماشي كويس وكده، فاعذرني وكده وبتاع، فالحمد لله تعالى ابتلى كده. فانما دي كانت البدايه يعني مع كابتن طارق، مع كابتن جميل كابتن الفي جميل. وبعد كده بقى ربنا كرم بقى مع كابتن عاصم السعدني ومع كابتن الفي تاني وكده، فالحمد لله. طيب اول مهمه ليك الرجل الاول كانت سنه كام؟ اول مهمه ليا الرجل الاول يعني السنه بقى ما اتذكرش قوي، انما برضو كان كابتن جمال موجود تمام، وسافر السعوديه تمام. وبالتالي هو قبل ما يسافر كانوا عايزين هم يعني النادي يسألوا يجيبها، قال لهم خلوا عاصم، كنت انا مدرب معاه تمام. كملت مع بعد كابتن جمال، خدت بقى بطولتين عربيتين من غير الدوليين، كان ساعتها المنتخب موجود، دكتور حسن مصطفى كان موجود. طب اديني بس واحد دوري يا دكتور. دكتور حسن مصطفى مفيش. مره اعطاني احمد سالم، وكان قاعد ابتدى اتعور وقعد في المدرج فوق تمام. ومنهم بطولة عربية من غير الدوليين سافرت بيها، والحمد لله خدتها. يعني بدايتك كرجل اول مع الاهلي. لا كبداية الرجل اول زي ما قلت لك السنه اللي قضيتها مع نادي هليوبلس درجه اولى. لا انا بتكلم كرجل اول. رجل اول مع الاهلي. كنت مع الاهلي خدتها من وخدت ساعتها الدوري كمان وكده، وبعد كده كملت بقى خلاص اصلا من ساعتها بقى. طب خلينا نعرف اكتر، بس خلينا نطلع فاصل يا كابتن بعد اذنك. حضرتك نطلع فاصل اعلاني اعزائي المشاهدين، ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن عاصم حماد. انتظرونا، هيبقى في كلام جديد ولا بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا مع كابتن عاصم حماد، طبعا رئيس قطاع ناشئين والناشئات بالنادي الاهلي والاسم الكبير طبعا يعني كمدرب وكلاعب. كابتن عاصم هنيجي لتجربه تونس. تجربه تونس كانت حضرتك مرنت فيها يمكن موسمين او يعني تقريبا. اكيد طلعت بانطباع يعني، اولا قيم لي التجربه دي على المستوى المهني. بس ما فيش شك انها تجربه كويسه، ان انت معنى ان انت تروح تونس في وسط
كم من المدربين التوانسه الموجوده ولعب كره يد التونسيه اللي هي على مستوى افريقيا اصلا طبعا متقدمه، وكم من اللاعبين اصلا اللي بيطلعوا كانوا بيطلعوا اكتر منها. يعني دلوقتي احنا عندنا لاعبين كتيره طلعت بره، انما الاول لعيبه التوانسه على طول بره تونس اصلا ليهم تاريخ اكبر من شويه، قريبين من فرنسا كمان شويه، وبالتالي عشان كده هتبقى تجربه كويسه. زائد ان المنافسه هناك قويه، يعني انت عندك اصلا بمعنى يا كابتن عندهم كم فرقه بتنافس؟ انت عندك مثلا النادي الترجي اساسي طبعا، النادي الافريقي الاساسي، عندك حمامات وعندك حمامات. ما انا قبل كده كنت طلعت الحمامات، طلعت 3 شهور الحمامات، خدت بيهم 3 افريقيا كان في طرف فيها زمالك وكده، وده اللي خلاني ارجع مع نادي سيد الزيت اللي انا خدت بيه بقى الكاس، وخدنا تاني دوري من الترجي. كسبت الترجي بيه؟ الترجي ما هو ده، كسبت الترجي في النهائي، والترجي كسبني اصلا على ماتش برضو فيصل على ماتش الدوري يعني. خدنا تاني دوري يعني. فكده ثلاث فرق، الحمامات والافريقي والترجي. الحمامات والافريقي والترجي. النجم الساحلي اخباره، وفي النجم الساحلي برضو فرقه كويسه جدا اصلا وكده. فالمنافسه هناك قويه، مش وبعدين بقى المنافسه هناك قويه بقى من انديه كمان ليها شعبيتها وليها شهرتها الاثنين. فبتلاقي الدنيا طبعا مقفوله، السلام عليكم، مولعه اصلا اصلا. يعني حضرتك رحت الاول على الحمامات 3 شهور وخدت بيهم حمامات. انا خدتهم في سنه، خدتهم ورحت، وبعدين رجعت. كنت ده في وسط الموسم كنت رحت. كنت رحت في وسط الموسم وبعدين رجعت اصلا اشتغلت عادي بقى عادي مع الاهلي وكده وبتاع. وبعدين رحت لما مشيت من سنتين، يعني مش في سنتين بقى، من 3 سنين مثلا ولا حاجه. مشيت انا كنت في نص الموسم اصلا، كنت مشيت وكده. فكلموني فرحت تونس بقى. على نادي ايه؟ على نادي سيد الزيت بقى. طب وقعدت معاهم قد ايه؟ تقريبا قعدت موسم بحاله معاهم، خدت اللي هو اللي خدت فيه الكاس، وخدت فيه ان شاء الله تاني الدوري وكده. وده كان بتهيألي نتيجه هم ما كانوش متوقعينها. هم كانوا خدوا الكاس قبل ما اجي، انما الدوري ده ما كانش عمرهم جربوا اللي فوق ده خالص يعني خالص. تمام، فجربوا تاني وانه يحافظوا على الكاس وياخدوه للمره الثانيه. طبعا كان بالنسبه لهم حاجه كويسه. نادي سيد الزيت ده في صفاقس. صفاقس دي تعتبر البلد زي ما بيقولوا ايه، يعني البلد الصناعيه بتاعتهم يعني، اللي هي اصلا بتنتج وكده وبتاع. فبالتالي هناك الناس كلها اصلا طبعا النادي اصلا بيبقوا حواليه كلهم مش زي النجم، مش زي الافريقي، مش زي الكلام ده. الناس كلها اتجمعت على الهاندبول نتيجه للنتائج بتاعته. نعم. زي الهاندبول المصري كده. النتائج اللي خلت الناس تخش الشعبيه الثانيه على طول. ده كان بيديك حافز كويس يعني الحقيقه. فالحمد لله كانت تجربه كويسه اصلا. الموسم الثاني لا، ما هم اصلا هو صفاقس الموسم الثاني انا رحت يا دوبك شهرين، كانوا هم مهددين بالهبوط بعد ما انا مشيت اصلا كده، كانوا مهددين بالهبوط. فكلموني ضروري وكده وبتاع، فرحت شهرين على اساس انه قعدوا فوق، وانا بيني وبينك اللي بعد كده خدت قرار ان انا امشي، لان كان طبعا كانت اسرتي طبعا كان لازم ارجع لها، والحاجه الثانيه كانت كورونا بقى بدات تعمل شغلها جامد جدا جدا جدا، وما كنتش قادر استحمل اكتر من كده، لان انا حضرت كورونا، عصر كورونا ذات احضرته في تونس. تونس اصلا كان في كورونا في الاول، عشان كده كانت في الاول كانت وصلت الصفر كورونا، لان كان لغايه الساعه 3 مفيش اي محلات بتفتح الا اللي هو البقال اللي هو السوبر ماركت يعني، وكان بتاع الخبز وكده، يعني زي ما بيقولوا لوك داون، مفيش هزار لغايه الساعه دول اللي يفتحوا، لغايه بعد 3 مفيش، عشان كده كان زيرو كورونا، مفيش حد كورونا. فانت قاعد لوحدك بقى اصلا خلاص، بتكلم نفسك وكل واحد قاعد في بيته، ما حدش يعرف حد في اي حاجه في اي حاجه بقى، وانا قاعد اصلا بقى. فكنت دي مده طويله حوالي شهرين او 3 عبل ما ارجع لكلام تاني، فكنت بقى كنت سويت يعني. طب قول لي يا كابتن، يعني تقييمك كدوري عام، هل الدوري المصري اقوى ولا الدوري التونسي؟ يعني برضو انا بتكلم على مستوى على مستوى المنافسه، مستوى المسابقه نفسها، المسابقه مباريات. يعني احنا هنا بنتكلم على فرقتين هم اللي بينافسوا، وفرقتين دايما بيطاردوا، وساعات هليوبلس تخش، ساعات بنك الاهلي زي ما حضرتك شفت. يعني هناك الاربع فرق بينافسوا منافسه حقيقيه، ولا زي مصر هم فرقتين بس اللي بينافسوا؟ لا بص، هو في الاخر يعني معروف ان دايما حد بينافس، دايما الترجي هو اللي دايما اصلا راكب كده. ما تنساش برضو السنين اللي فاتت كان في ازمه ماليه بسبب كورونا وكده وبتاع، لان هم هناك اصلا الانديه ما لهاش ميزانيتها الخاصه، يعني دايما بيبقى رجال اعمال هم اللي بيصرفوا كده. فطبعا لما جت كورونا قفلت اصلا صرف رجال اعمال اصلا، فحصل مشاكل جامده جدا يعني. وبالتالي هو الكلام، انما هم الدوري بتاعهم ما فيهوش، ما كانش يعني، هم بداوا يقلدونا في حكايه التقاليد اللي هي جميع يلعب كله مع بعض، وبعدين يطلع مش عارف ينافس، وبعدين بحيث ان تلعب اطول وقت ممكن من المباريات وكده. لا ما
ما كانش فيه كده الكلام ده، رايح جاي وخلاص. كان رايح جاي اصلا، ولغايه دلوقتي تقريبا برضو معظمه كده الا في حاجات بسيطه يعني. فبالتالي لا، هما بالعكس يعني شايفين. وبعدين خد بال حضرتك، لو كان على مستوى الدرجه الاولى، مستوى الشباب والناشئين وكده، هم شافوا هنا في مصر اصلا اللي بيحصل في مصر ما بيحصلش في اي حته. الا وهو ازاي بتعمل الدوري بتاعك وتعمل مجاميع وتربطه اصلا، وما عندهمش الدوري المربوط بالدرجه الاولى ده مرتبط. بس غريبه يا كابتن، احنا السنه دي ربطنا فرقتين، كان زمان المرتبط حتى في السله كده بيبقى عمر واحد، سن واحد. ما هو بقى عشان خاطر الاثنين عندهم منتخبات اصلا، فانت بتربطه عشان ترفع المستوى، عشان خاطر المنتخبات، عشان يلعبوا اطول. بس هو كان قبل كده بيبقى مرحله سنه لا لا واحد. من بقاله فتره كان مرحلتين برضو. بس مرحلتين. لو تفتكر حضرتك، كان المرتبط الاولاني يلعب فرق الدرجه الاولى، والمرتبط الثاني كان بيلعب الدرجه الدوري ممتازه وحاجه زي دي كده يعني. تمام. اللي قال لي يعني كان معمول بطريقه ثانيه. لا من زمان احنا الفكر ده من زمان موجود من زمان، تجبر الانديه انها تهتم بقطاع. خد بال حضرتك، انت الاعداد اللي حصل من زمان واللي انت شغلنا عليه واللي وصلنا بيه كاس هو اللي شغال لغايه دلوقتي. اي مجلس اداره بيجي بيضيف نقط بسيطه او بيعمل حاجه بسيطه، انما المنظومه ماشيه زي ما هي بفكرها بكل حاجه. وده اللي مساعد ان انت كنت اليد تبقى عاليه فوق، تبقى موجوده فوق، وعندك لعيبه، وعندك لعيبه بتطلع، وعندك متواجد لعيبه باستمرار. انت مش بس يمكن اكتر عدد محترفين موجودين دلوقتي يا كابتن في مصر. يعني انا متابع كره يد من زمان، اكبر عدد من اللاعبين دلوقتي عندنا كتير سند بره، عندنا يحيى، عندنا ما كانش موجود وحد اللي مسافر اهو. ما خد بال حضرتك انت، لما العالم يسمع وعلي زين ان مصر اول كاس عالم شباب، مصر ثالث كاس عالم شباب، تمام، مصر رابع العالم، لا يبقى يعني يبقى ده بتيجي. لا انا بتكلم، انا بتكلم كمان بعيد عن الدرجه الاولى يعني، بعيد عن الدرجه. فما يسمع الكلام ده اي حد النادي، لا يبقى البلد دي فيها هاندبول، فيها هاندبول دولي كمان على مستوى كويس. فبيبتدي يبص، فيبص يلاقي علي، يبص يلاقي سند، يبص يلاقي يحيى، يبص يلاقي الكلام ده اوكي يعني. فهمنا حضرتك ازاي؟ يعني قصدي حضرتك اللي فتح الباب للعيبه دي هو المنتخب، نتائج منتخبات الشباب. منتخبات الشباب ومنتخبات الفريق الاول. بس انا بقول لحضرتك، لما تلاقي كل النتائج رايحه في اتجاه واحد، الا وهو ان انت بتنافس في البطوله رايحه، حتى بما فيها كاس عالم بتروح تنافس فيها، تمام، لدرجه ان انت تاخدها كمان، لا يبقى في لاعب كره يد محترمه هنا، وفي لاعب كره ليها وزنها، وبالتالي بيبص بقى وبالتالي بيبص هنا فبياخد اللعيب. عارف يا كابتن، حضرتك جبت لي على سؤال انا كنت هساله، ليه اللعيبه بتلعب مع المنتخب كده بكل قوه؟ لانه الاستفاده طبعا اسم البلد، اكيد طبعا اسم مصر اسم كبير، ولكن هي استفاده كمان للاعب. اللاعب مع منتخب مصر لو مش بس انه يلعب كويس، هو عايز منتخب مصر ياخد يعمل نتيجه، يحقق نتيجه. لان لما منتخب مصر يعمل اللي حضرتك بتقول عليه ده هيطلب. لا هو معناه، معلش انا عايز اقول لحضرتك، احنا كنا لسه بنقول دلوقتي عن منتخب مصر الكوره، انت فين في الاعداد وكده. صحيح. انت عندك معروف من اول السنه فترات اعداد المنتخبات، معروف من اول السنه المنافسات الشخصيه ليهم، ازاي يلعبوا الفرق الثانيه ويكسبوا عشان ياخدوا خبرات للفرق الاكبر وكده، تمام، ازاي الدوري بتاعهم بيبقى مضغوط بان في منافسه جامده ويطلع مش عارف اول اربعه ايه ويعمل زي الدرجه الاولى بالظبط، تمام. تعالى بقى على النشاط ده، احنا لولا يعني ظروف كورونا وكده، انما طول عمره الى الان لو حضرتك تلاحظ اعداد المنتخب بتاع مصر الاول قبل اي بطوله، شوف بتسافر كام بطوله وبتلعب كام دوله بره، بتلعب منتخبات بره ازاي، وبتلعب الكلام ده ازاي، ده مش موجود في اي دوله ثانيه. وبالتالي الاعداد الدولي كمان للمنتخبات بيخلي اللعيب اصلا يزداد خبره، ويبقى عنده يعني ايه يخش ينافس مع اللي قدامه وهو مش خايف منه. صحيح. ما انت لعيبتك ودي بدل مره 100 مره، فمش فارق معايا اصلا، فاخش العبك المنافسه الدولي. فبالتالي الفكر نفسه ده لما يعني بيبقى موجود في لعبه جماعيه وشغال سنين ورا بعضيها، هو ده اللي بيسخر اللعيبه اصلا، يعمل لك لعيبه محترفه. كابتن والله الوقت مر سريعا معاك يا كابتن، الله يخليك. والله وعايز اقول لحضرتك نورتني وشرفتني. الله يخليك. وانا الحقيقه يعني يمكن اول مره نتكلم كده، بس الحقيقه حضرتك مدرب صاحب فكر وصاحب رؤيه، بشكرك شكرا جزيلا. ربنا يخليك، شكرا على زواك، ويا رب دايما كده من نجاح لنجاح ان شاء الله. موفق يا كابتن باذن الله. اعزائي المشاهدين، طبعا مبروك لمصر النهارده الفوز على كوت ديفوار، والحقيقه انا استمتعت جدا بحوار كابتن عاصم حماد، وان شاء الله انتظرونا في لقاءات اخرى مع برنامج الابطال. بشكر حضراتكم على حسن المتابعه، شكرا جزيلا.